ولادنا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج مدرسه على الهواء، ومع اولى حلقات منهج الدراسات الاجتماعيه للصف الثاني الاعدادي. منهجنا السنه دي زي الترم الاول بالظبط، بينقسم لتاريخ وجغرافيا. في الجغرافيا هنشوف شويه الجغرافيا الاقتصاديه، ونشوف الزراعه في الوطن العربي والمحاصيل الزراعيه وكمان الثروه الحيوانيه، وهنتعرف على التعدين ومصادر الطاقه. مش هنسيب الوطن العربي الا ما كمان نتعرف على سكان الوطن العربي. لو انتقلنا لقسم التاريخ في منهج الصف الثاني الاعدادي، هنتناول فيه الدوله الامويه والدوله العباسيه، وكمان ظهور الدول المستقله اللي كانت في ظل السياده العباسيه. طيب، ده بالنسبة للمقدمة البسيطة اللي تعرفنا فيها على منهجنا. تعالوا نبدأ مع أولى دروس الجغرافيا، وهي الزراعة في وطننا العربي. الزراعة مش جديدة علينا، احنا عارفين من زمان ان الزراعة دايما بتتوطن في أماكن وجود المية والتربة الخصبة وكمان المناخ المعتدل. طب هل هتختلف الزراعة في الوطن العربي عن الزراعة في العالم أو في أي مكان احنا درسناه قبل كده؟ بالتأكيد لا، في عوامل بتساعد على قيام الزراعة في أي مكان في العالم. بما إن وطننا العربي بيتمتع بموقع جغرافي متميز في وسط المنطقة المعتدلة، وكمان عنده موارد مياه كتيرة ومناخ متنوع، فده هيساعد بشكل كبير جدا على قيام الزراعة في الوطن العربي. ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي خيرات كتيرة جدا، منها المياه الوفيرة، ومنها التربة الخصبة، والمناخ المتنوع. وكمان اداله الانسان النشيط المجد اللي فكر ازاي يعمر الكون. اداله الانسان اللي بدأ يستثمر الموارد الطبيعيه، وبدأت تقوم عليها نشاط كبير اسمه نشاط الزراعه. فبدأنا نشوف الاسواق، بدأنا نشوف رؤوس الاموال، بدأنا نشوف كمان التجاره اللي كانت هتمر او اللي هتمر بين الوطن العربي وبعده علشان يحصل تكامل اقتصادي بين الدول العربيه. تعالوا ما نطلش عليكم ونبدأ مع الزراعه في الوطن العربي. زي ما اتفقنا ان الزراعه في وطننا العربي زي ما انتم شايفين كده مساحات واسعه جدا من الاراضي الزراعيه، بس هل المساحات الواسعه اللي احنا شايفينها دي في كل الدول العربيه ال 22 دوله اللي احنا درسناهم؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الزراعه في الوطن العربي بتقوم على عده عوامل، زي ما انتم شايفين المياه العذبه، التربه الخصبه، المناخ المتنوع، الايدي العامله، رؤوس الاموال، والاسواق. اقدر اميز في السلايد اللي قدامي دي بين العوامل الطبيعيه لقيام الزراعه والعوامل البشريه لقيام الزراعه؟ بالتاكيد المياه العذبه والتربه الخصبه والمناخ المتنوع دي عوامل ربنا وهبها للوطن العربي فقامت على اكتافها الزراعه. طيب رؤوس الاموال موجوده في الوطن العربي، موجوده، وفي بعض دول الخليج موجوده بكثره، فهنلاقي ان الدول دي بتقوم بمشروعات عديده جدا في الزراعه، سواء داخل دول الخليج العربي او في استثمارات خارج دول الخليج العربي. عشان كده بنقول ان رؤوس الاموال فتحت لنا اسواق كتير جدا. طب هل هتقف رؤوس الاموال والاسواق هي العامل الاساسي؟ بالتاكيد لا، محتاجين الايدي العامله الماهره المدربه اللي هتقوم على اكتافها الزراعه. ما ننساش ابدا ان احنا حضاره 7000 سنه، والزراعه اول ما نشات في الحضاره المصريه القديمه، والحضاره المصريه القديمه مرتبطه باماكن الزراعه. طب هل الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الوحيدة اللي قامت على أكتاف الزراعة؟ لا، احنا عندنا كمان نهري دجلة والفرات في العراق، وعلى أساس هذا النهرين قامت عليهم حضارة كبيرة جدا اسمها حضارة بلاد الرافدين. يبقى في حضارات قديمة قامت في أماكن الزراعة اعتمادا على مياه الأنهار، زي الحضارة المصرية القديمة وزي حضارة بلاد الرافدين. طب هتقوم حضارة تانية قامت على الزراعة في أماكن بس ما فيهاش أنهار؟ هتقوم حضارة بلاد اليمن القديم. طيب هنا بقى عايز أميز لأولادنا اللي بيسمعونا بين الثلاث أماكن دول. أنا عندي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق، الاتنين دول اعتمدت فيهم الحضارة على وجود الأنهار. طب اليمن ما فيهاش أنهار، لكن اليمن فيها أمطار، علشان كده قامت الحضارة في بلاد اليمن اعتمادا على مياه الأمطار. وممكن هنا أجيب لك سؤال وجه التشابه والاختلاف بين اليمن ومصر والعراق. وجه التشابه ان الثلاث حضارات قامت اعتمادا على الزراعه. طيب ايه الاختلاف ما بينهم؟ ان مصر والعراق قامت على اساس وجود الانهار زي نهر النيل وزي نهر دجله والفرات في العراق. طيب اما اليمن فقامت اعتمادا على مياه الامطار. ناخد بالنا لانه ممكن يجي سؤال زي ما قلت لكم اوجه الاختلاف والشبه في النقطه دي. يبقى العوامل اللي ادت لقيام الزراعه على اساسها قامت حضارات زي ما شفنا على الشاشة دلوقتي، حضارة بلاد العراق، حضارة المصرية القديمة، وحضارة بلاد اليمن. طيب لو انتقلنا للموارد الطبيعية الموجودة في الوطن العربي،
لو احنا مسكنا بقى المية وفسرنا المية اللي موجودة في الوطن العربي، هل كلها من نوع واحد؟ يعني لو احنا مثلا بصينا على الزراعة في مصر، هل الزراعة في مصر شبه الزراعة مثلا في ليبيا، شبه الزراعة في السعودية، شبه الزراعة في اليمن؟ بالتأكيد لا، لأن الزراعة في مصر بتعتمد على مصدر مية سطحي اللي هو مية مياه الأنهار. طب الزراعة مثلا في اليمن، لا، هنلاقي ان الزراعة في اليمن بتعتمد على مصدر الأمطار، فبالتالي المصدر هنا مختلف. طيب لو بصينا مثلا على الزراعة في الواحات، دجلة، واحة الداخلة أو واحة الخارجة، أو حتى واحة الكفرة الموجودة في ليبيا ودي موجودة عندنا على الخريطة، طيب هل أنا ممكن ألاقي إن أسلوب الزراعة في مصر مختلف عن أسلوب الزراعة في ليبيا، أو أسلوب الزراعة في الوادي والدلتا مختلف عن أسلوب الزراعة في الواحات؟ بالتأكيد باختلاف موارد المياه. يبقى الموارد المائية عندي مياه بسميها مياه سطحية اللي هي مياه مياه الأنهار ومياه البحيرات، وعندي مياه أمطار، وعندي مياه جوفية اللي هي الآبار والعيون. يبقى ناخد بالنا قوي ان بتتنوع الموارد المائيه في الوطن العربي. لما يجي يقول لك برهن جغرافيا على صحه العباره، تتنوع الموارد المائيه في الوطن العربي، او تتنوع الزراعه بتنوع الموارد المائيه. يبقى هقول عندي ميه مياه امطار، وعندي مياه سطحيه اللي هي هقسمها الاثنين زي ما احنا شايفين على الشاشه كده، ميه الانهار ومياه البحيرات، ومياه جوفيه اللي هي مياه الابار والعيون. يبقى بتتنوع موارد المياه بتنوع الأمطار، المياه السطحية، المياه الجوفية. طب لو انتقلنا لنقطة تانية وهي التربة الخصبة، هل تربة الوطن العربي كلها تربة خصبة؟ لا، مش هنلاقي التربة الخصبة في 22 دولة، هلاقيها مرتبطة بأماكن وجود الأنهار زي نهر النيل في مصر والسودان، نهري دجلة والفرات في العراق، نهري جوبا وشبيلي في الصومال. يبقى أنا هنا في علاقة بين التربة الخصبة وقيام الزراعة؟ طبعا في علاقة، توجد الزراعة حينما تتواجد التربة الخصبة. وندي أمثلة على كده، ناخد بالنا بقى ان احنا وصلنا لليفل أعلى، ان انا هنا لما بدي علاقة بدي إجابة بالعلاقة بديله مثال للعلاقة دي، بقول له بترتبط الزراعة في الوطن العربي بأماكن وجود التربة الخصبة مثل تربة وادي النيل في مصر والسودان اعتمادا على مياه الأنهار اللي هو نهر النيل طبعا، دجلة والفرات في العراق، جوبا وشبيلي في الصومال. طب دي بالنسبة للتربة الخصبة. لو انتقلنا لنقطة المناخ، هسألكوا سؤال كده واحنا شايفين الشاشة اللي قدامنا، هل المناخ في مصر زي المناخ في السعودية، أو المناخ في السعودية زي المناخ في تونس، أو المناخ في لبنان زي المناخ مثلا في موريتانيا؟ بالتأكيد لا، بيتنوع المناخ وده أدى لتنوع المحاصيل الزراعية. وتعالوا لي بقى عشان الحتة دي فيها شوية أسئلة مهارات تفكير عليا كتير. أنا هنا عندي تنوع المناخ بيؤدي لتنوع المحاصيل، بيؤدي إلى التكامل الاقتصادي، والتكامل الاقتصادي ده مصطلح جديد إحنا أول مرة نسمعه الترم ده. يعني إيه تكامل اقتصادي في المحاصيل؟ يعني الحاجات اللي ما بتزرعهاش مصر بتستوردها من دولة عربية شقيقة. يعني على سبيل المثال مثلا، مصر عندها قطن بشكل كبير جدا، وعندها قمح بشكل كبير جدا. السعودية ما عندهاش قطن وما عندهاش قمح، فبتعمل حاجة اسمها تكامل اقتصادي. يعني ايه تكامل اقتصادي؟ يعني مصر بتدي للسعودية الحاجات اللي السعودية ما بتزرعهاش، والسعودية بتدي مصر الحاجات اللي مصر ما بتزرعهاش او ما عندهاش كمية كبيرة منها. زي مثلا احنا بنلاقي في رمضان بيجي لنا البلح مثلا من العراق من السعوديه، والبلح ده بيبقى مكتوب عليه صنع في السعوديه صنع في العراق، وبيبقى ليه مذاق خاص كده. ده مش معناه ان احنا ما عندناش بلح، احنا عندنا كميات كبيره مثلا، بس احنا بنعمل تكامل، بنكمل من الدول العربيه الشقيقه اللي عندها كميات وفيره في الموضوع ده. يبقى في ثلاث كلمات هنا لازم نعرفهم: تنوع مناخ بيؤدي لتنوع المحاصيل، تنوع المحاصيل بيؤدي الى تكامل اقتصادي. يبقى ناخد بالنا قوي بين الثلاث حاجات، تنوع مناخ يعني عندي محاصيل صيفيه ومحاصيل شتويه ومحاصيل بتتزرع في دول ما بتتزرعش في دول تانية. طيب المحاصيل دي هل انا بتتنوع بس كده، ولا بتتنوع بسبب تنوع المناخ؟ طب لما حصل التنوع في المحاصيل يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل تكامل اقتصادي. يبقى ناخد بالنا من الثلاث نقط دول لان هما مترتبين على بعض. يبقى دي نقطه المناخ. يبقى احنا كده اتكلمنا عن موارد الميه، اتكلمنا عن التربه الخصبه، اتكلمنا عن المناخ. لو انتقلنا للعوامل البشريه، هنلاقي ان العوامل البشريه بتتمثل في الايدي العامله. طيب الايدي العامله في الوطن العربي، نص سكان الوطن العربي يشتغلوا في الزراعه، نسبه طبعا كبيره جدا، عندهم خبره طويله جدا وكفاءه كبيره جدا زي ما قلت لكم، لان احنا عارفين الزراعه من زمان، من 5000 سنه من اول ما الزراعه بدات تنتشر. طيب رؤوس الاموال،
ينفع تقوم الزراعة من غير ما يكون عندي رأس مال بشري يقدر يدخل مثلا آلات حديثة، يقدر يستحدث حصيل جديدة، يقدر يجيب حاصلات زراعية من الخارج؟ يبقى احنا محتاجين رؤوس الأموال لإقامة المشروع. طب مين الدول اللي عندها رؤوس الأموال بوفرة وبتعمل مشروعات في بعض الدول العربية؟ هي دول الخليج. دول الخليج قامت بتمويل بعض المشروعات الزراعية في الوطن العربي. وهنا هقف شوية عند دول الخليج والمشروعات الزراعية. هو يعني ايه الكلام ده؟ انا مثلا مصر عندها اماكن كتيرة جدا فيها مياه، يعني عندنا مياه البحيرات زي بحيرة ناصر، دي مياه عذبة. عندنا مثلا مياه نهر النيل، عندنا الخمس بحيرات، عندنا الخمس واحات، كل دي اماكن تصلح لاقامة مشروعات زراعية. طيب الدول العربية هتساعد مصر ازاي؟ هيجي مستثمر خليجي يقول انا معايا رؤوس اموال ومصر عندها الامكانيات، عندها المناخ وعندها التربه الخصبه وعندها المياه الوفيره. طيب انا هستغل رؤوس اموالي دي في ان يكون عندي في مشروع زراعي باسمي وباسم الحكومه المصريه موجود على الاراضي المصريه. طيب هو كده كسب ايه؟ هو استثمر فلوسه، بدل ما كانت الفلوس مجمده في احد مثلا البنوك ولا اي حاجه، لا هو الفلوس دي شغلها في مكان يصلح لعمليه الزراعه. فبالتالي رؤوس الأموال اللي بتيجي من دول الخليج العربي بتروح في مشروعات زراعية بتعود بالوطن العربي كله بالنفع. يبقى احنا كده شفنا رؤوس الأموال اللي فادت الوطن العربي. طيب هل ينفع يكون عندي زراعة من غير ما يكون عندي أسواق؟ يعني احنا زرعنا وربنا كرمنا وبقى عندنا زرع كتير وعندنا تنوع في المناخ فعمل لي تنوع في المحاصيل. بالتأكيد لا، انا محتاج الأسواق علشان انا عندي زيادة في عدد السكان وعندي ارتفاع مستوى المعيشة، يبقى بالتالي الناس هتطلب محاصيل زراعية كتير وهيتوسع النشاط الزراعي وهيزيد الانتاج وهيحصل تحسين في المحاصيل، وده هينافس المنتجات الأوروبية والأجنبية. يبقى ناخد بالنا قوي من الحتة دي، انا عندي زيادة في عدد السكان، عندي ارتفاع في مستوى المعيشة، الاتنين دول أدوا إلى زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية. يعني ناس بقى عندها مستوى معيشة كبير عالي ومرتفع وعندها سكان كتير، فبالتالي الزيادة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة هيزود الطلب على الحاصلات الزراعية. فبدل ما أنا كنت بزرع مثلا 1000 فدان، لا أنا هزرع 2000 فدان، هزرع مثلا هطلع 100 مليون طن سنويا من القمح، لا أنا عايزة 200 مليون طن سنويا من القمح. فيبقى ناخد بالنا قوي من الثلاث نقط دول، زيادة عدد السكان، ارتفاع مستوى المعيشة، أدى إلى زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية. يبقى أنا كده كدولة لازم أوفر للسكان بتوعي أو السكان اللي معيشين معايا سواء في الدولة أو على مستوى الوطن العربي محاصيل زراعية كتيرة. يبقى أنا بقى هدور على مشروعات، هدور على استثمارات علشان أزود مساحة الأرض الزراعية بتاعتي. وبالتالي لو أنا طلعت المنتج العربي بتاعي الجميل اللي طالع من تربة خصبة ومية وفيرة ده، مش ده هينافس المنتجات والسلع الأجنبية اللي بتجيلي من الخارج؟ بالتأكيد. يبقى ناخد بالنا بقى انه انا عندي زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية كان ليه سببين، اول سبب هو زيادة عدد السكان، تاني سبب هو ارتفاع مستوى المعيشة. ده كان بالنسبة للعوامل البشرية. طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على العوامل الطبيعية لقيام الزراعة والعوامل البشرية. طيب هو فين الزراعة في الوطن العربي؟ يعني انا لما بفكر كده احنا عندنا الوطن العربي بيتكون من 22 دولة عايشين على 13 مليون كيلومتر مربع. هل ال 13 مليون كيلومتر مربع دول يصلحوا لعملية الزراعة؟ سمع حد بيقول ايه ده؟ ده احنا اخدنا الترم الاولاني ان انا عندي 80% من مساحة الوطن العربي اراضي صحراوية. صح؟ يبقى هل الاراضي الصحراوية دي كلها هتنفع للاستصلاح الزراعي؟ في منها جزء هينفع وفي منها جزء مش هينفع. يبقى اماكن توطن الزراعة في الوطن العربي على طول نترجمها لأماكن وجود الأنهار، أماكن وجود الأمطار، أماكن وجود المياه الجوفية. يبقى أماكن توطن الزراعة في الوطن العربي هلاقيها في الثلاث مناطق دول، يا إما مكان فيه مياه اللي هي مياه مثلا جوفية زي مياه الآبار والعيون ودي موجودة في الواحات، أو أماكن فيها أنهار زي مصر والسودان والعراق والصومال، علشان في نهر النيل في مصر والسودان، في نهر دجلة والفرات في العراق، في نهر جوبا وشبيلي في الصومال. يبقى هنا في أماكن توطن الزراعة. طب الأمطار، الأمطار في الزراعة هنلاقيها موجودة في منطقتين في الوطن العربي، يا إما في الشمال ودي بتبقى أمطار شتوية، يا إما في الجنوب ودي بتبقى أمطار صيفية. يبقى ناخد بالنا قوي
ان الامطار الزراعه اللي بتقوم على مياه الامطار هنلاقيها في منطقتين في الوطن العربي. المنطقه الاولى هي شمال الوطن العربي اعتمادا على الامطار الشتويه، شمال امطار شتويه. طب بالنسبه للجنوب عند اليمن وجنوب موريتانيا، لا دي امطار صيفيه، يبقى دي اماكن توطن الزراعه بالنسبه لمياه الامطار. طيب اماكن توطن الزراعه بالنسبه لمياه الابار والعيون هنلاقيها في الواحات زي واحات الداخله والخارجه اللي موجوده عندنا في مصر. طيب اماكن توطن الزراعه بالنسبه لمياه الانهار، لا احنا حفظناها النهارده، الانهار يعني مصر والسودان طبعا اعتمادا على مياه نهر النيل، دجله والفرات يعني دوله العراق، جوبا وشبيل يعني دوله الصومال. تعالوا بقى دلوقتي نحط الكلام اللي احنا سمعناه ده على خريطه الوطن العربي. تعالوا كده احنا جايبين لكم خريطه لمناطق توطن الزراعه في الوطن العربي، وهنلاقي ان اماكن توطن الزراعه مرتبطه بالثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اماكن وجود الانهار هنلاقيها في مصر والسودان، اماكن وجود الانهار ايضا هنلاقيها في العراق والصومال. طبعا احنا عارفين اماكن الدول العربيه من الترم الاول فما عندناش مشكله فيها. طيب اللون الاخضر الموجود على الشريط الساحلي اللي موجود في شمال الوطن العربي ده بيعتمد على الامطار الشتويه. لو انتقلنا للشريط الساحلي الجنوبي او جنوب الوطن العربي زي اليمن زي موريتانيا هنلاقي ايضا فيها مياه امطار صيفيه، فبالتالي بتعتمد عليها في الزراعه. يبقى انا كده شفت اماكن توطن الزراعه في الوطن العربي. طب بالنسبه للواحات احنا هندرس واحتين موجودين عندنا في مصر، واحد الداخله واحد الخارجه. يبقى مناطق توطن الزراعه زي ما احنا شفنا بقى على الخريطه، اماكن بتعتمد على الانهار والامطار والمياه الجوفيه. لو وزعنا الامطار هنوزعها في الشمال وهنوزعها في الجنوب. لو وزعنا مياه الامطار بالنسبه لمياه الانهار اللي هي بتقوم على مياه الري هنلاقيها نهر النيل، نهر دجله والفرات، جوبا وشبيلي في الصومال. طب لو شفنا الزراعه الموجوده على مياه الجوفيه هنلاقيها في واحتين هندرسهم السنه دي، واحد الداخله واحد الخارجه، ودي موجوده في مصر. ده بالنسبه لاماكن توطن الزراعه. طيب لو انتقلنا لنقطه مهمه جدا بما تفسر اهميه الزراعه، هو احنا بنزرع ليه؟ ما نستورد من بره يعني وما عندناش مشكله، يعني مفيش مشاكل، احنا دول غنيه جدا وما عندناش مشاكل يعني. لا الزراعه مهمه جدا، الزراعه بتوفر الغذاء للسكان، يعني من غير الزراعة احنا مش هنلاقي الغذاء الملائم للسكان. متنسوش ان احنا عددنا كبير جدا، احنا قربنا على 400 مليون نسمة في الوطن العربي. الرقم التقريبي ده يعني انا محتاجة كل يوم وجبة فطور وجبة غدا وجبة عشاء لحوالي 400 مليون نسمة، ده عدد كبير جدا من السكان. فبالتالي كل ما زادت الزراعة كل ما وفرت لي الغذاء اكتر للسكان. طب الزراعة مرتبطة بالصناعة، يعني ايه الزراعة مرتبطة بالصناعة؟ يعني الزراعة بتوفر لي المواد الخام الزراعية اللي بتدخل في الصناعة. نفترض دلوقتي أنا عايزة أعمل ملابس، يبقى هجيب منتج جاي من الزراعة اسمه القطن، هدخله داخل المصنع يطلع لي ملابس جاهزة. طيب أنا عايزة أعمل سكر، هجيب قصب السكر ويدخل في الصناعة يعمل لي سكر. يبقى أنا هنا عندي الزراعة بتستغل كمادة خام في الصناعة. يبقى هنا في سؤال مهم جدا، ايه العلاقة الوثيقة اللي بينهم؟ ان الزراعة بتستغل موادها الخام في التصنيع. بعمل ايه في التصنيع؟ بجيب القطن اعمل منه الملابس الجاهزة، بجيب قصب السكر اعمل منه السكر، بجيب الفاكهة والخضروات واعمل منها التعليب وحفظ الخضار والفاكهة، العصاير والحاجات المعلبات دي ما هي جاية منين؟ ما هي جاية من الزراعة، عصاير الفراوله والتفاح و الى اخره. ما الحاجات دي مش مصنعه كده من حاجات صناعيه، لا هي في الاصل مواد خام زراعيه. يبقى لما يجي يسالني بما تفسر اهميه الزراعه اقول له اول حاجه هي مهمه جدا لان بتوفر الغذاء للسكان، تاني حاجه مرتبطه بالصناعه لانها بتقدم المواد الخام. طب في نقطه مهمه جدا في الزراعه، هي الزراعه دي مش بتوفر فرص عمل للشباب؟ هو انا لما اقوم بمشروع زراعي كبير جدا واوظف فيه ناس شغالين مهندسين زراعيين وعمال ومحاسبين والى اخره، مش هي كده بتوفر لي فرص عمل؟ ده انا عندي نص سكان الوطن العربي شغالين في الزراعه. وناخد بالنا ان الزراعه مش بس الفلاح الموجود في الارض اللي بيفلح الارض وبيزرعها بالفاس والمحراس، لا انت عندك الزراعه كل المشروعات اللي قايمه كمان على الزراعه. مشروع استصلاح المليون ونص فدان، مشروع ترعة السلام اللي بيستصلح أراضي شمال سيناء،
مشروع توشكا 96 سنة 96 تم افتتاحه، كل دي مشروع شرق العوينات، كل دي مشاريع زراعية موجودة على الأراضي المصرية. ده على سبيل المثال مصر احنا واخدينها كنموذج، وبتستخدم فيها أيدي عاملة كثيرة من الشباب، فبالتالي الزراعة بتوفر فرص عمل لكثير من سكان الوطن العربي. طب قد ايه سكان الوطن العربي بيشتغلوا في الزراعة؟ تقريبا حوالي 50%، يعني نص سكان الوطن العربي بيشتغلوا بحرفة الزراعة. طيب احنا كده اتكلمنا عن أهمية الزراعة، طب في مشكلات بتواجهها الزراعة في الوطن العربي عشان نكون أنهينا الدرس ده؟ في مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا اسمها تذبذب الإنتاج، وده بتذبذب وبسبب تذبذب مياه الأمطار، في كمان عدم استغلال كل الأراضي الصالحة، وقلة استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتصحر. التصحر في الوطن العربي مشكلة كبيرة جدا، لأنه كتير من أماكن الوطن العربي فيها جفاف وفيها زحف عمراني وقطع أشجار ورعي جائر. جايبين لكم شوية صور كده بتبين يعني إيه تصحر. دي شكل الأرض وهي جافة جدا، ودي شكل الأرض قبل ما تكون جافة وبعد ما جفت بسبب قلة الأمطار، وده زحف الرمال، وده قطع الغابات وقطع الأشجار اللي بتؤدي إلى التصحر. وبكده نكون انتهينا من حلقة أول أسبوع في منهجنا، منهج الصف الثاني الإعدادي، وهي الزراعة في وطننا العربي. عايزة النهاردة أسمع مقترحاتكم لحل مشكلات الزراعة في الوطن العربي بالطرق التكنولوجية وفكركم الحديث. سعيدة أني كنت معاكم النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات تانية جديدة. إلى اللقاء.